بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اسمن شروكو دا أغا عام درسنو دا مهم درسنو جدا عام وسلمانانو دا باري دروس المهمة لعامة الأمة. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ ولي دغا أهم درسنا من قوايو لأنها مهمة على ما سماها المؤلف. لك سنجت مؤلف ديت مهم ولي دي وجنا دائم دغس مهم أو أهم درسنا دي مهمة للمسلم ده مسلمان ده بارا لازم دي وللمسلم الجديد أو ده خاص طور ده نبي مسلمان ده بارا وكذلك تصلح لغير المسلم أم ده رنجت مسلمان نيد أغيد بارا هم سيدي تصلح أن تدرس في كل دولة بكل لغة بهر دولتك بهر ملك بهر جبه باندي هم داول كديشي فيها ما يتعلق بطريقة السلف في حفظ القرآن بديكي ده سلف وطريقي ذكر ده جسنج قرآن يادو وفيها ما يتعلق بالتوحيد وما يضد التوحيد الشرك أو ديك أم دغر رنجا ده التوحيد متعلق خبري دي أو سجي التوحيد سرى متزاد دي وفيها الصلاة بديكي ده من ذكر ده الوضوء والطهارة بديكي ده أو دسة وده باكوالي ذكر ده نعم وفيها الآداب والأخلاق الإسلامية أو ديك أم دغر رنجا آداب أو إسلامي أخلاق دي تجهيز الميت تكفيني والصلاة عليه ده منز تيارول ده غيلة كفن واركول وغيباني منز كول ده مري هذه الدروس إذا يعتني بها الطالب بإذن الله يستطيع أن يحكم دون أن يفتي الفتوى لها كبار علماء لكن يستطيع أن يحكم على صلاته هل هي صحيحة أو باطلة ده درسونا جكلا يا طالب العلم هو يغاك ولا شيء تخبل منز باندي فسلوك جدا منز سيدة أو كغلطة وكذلك على الوضوء والله أعلم أم ده غرانك تخبل أو دس فسلك ولا شيء والله أعلم.